قام بصلاة رحلة والدتها هذه السنة. نعم. هذه سنتها الخامسة. أنه بدينا في عام 2014، صارت واجب علينا في كل سنة إحنا وكل الناس اللي ممكن أو تقدر تتوجه للحرم الإبراهيمي الشريف. هذه الفعالية إجت لإحياء ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف اللي هي كانت في 15 رمضان، وقام اللي هو الدكتور باروخ كولتشتاين بإطلاق النار على المصلين خلال صلاة الفجر، واستشهد منهم حوالي 29 شهيد. نعم. فإحنا حبينا إحنا إنه يكون لنا بصمة في الخليل ونخلي الناس نذكرها أو نحيي ذكرى مجزرة الحرم، وندعي جميع الناس التوجه للحرم الإبراهيمي الشريف على الأقل لأداء صلاة العصر. نعم. يعني إحنا بالآونة الأخيرة شفنا خاصة بعد لعمليات المستوطنين وتواجدهم بكثرة، الناس صارت تخاف أو تخاف تنزل على البلد القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف. فإحنا حبينا إنه ندعي الناس بشكل كبير وإنه يتوجهوا للحرم وينزلوا يشوفوا إنه ما فيش مشاكل وما فيش إشي، بس إحنا عدم ذهابنا للحرم الإبراهيمي الشريف يساعد اليهود على تهويده أو بسهل نعم. على تهويده ويكون مكان مقدس للإسرائيليين. نعم. طيب عبيدة، قوم بصلاتك مين اللي بيشاركوا فيها عادة؟ يعني هل فئات محددة من المشاركين في المركز، من المتطوعين في المركز، ولا هي مفتوحة للجميع؟ يعني ممكن أي مواطن ينضم إلى قاوم في صلاتك بزيارة بالصلاة في يوم 15 رمضان بمشاركتك الصلاة صلاة العصر في الحرم الإبراهيمي الشريف؟ احنا طبعا بالبداية يعني كانت أول سنة احنا الدعوة كانت لمتطوعين المركز، بس صاروا متطوعين المركز نفسهم، أو احنا حبينا انه يكون كل الناس تشارك معنا بمختلف الفئات ومختلف الأعمار و حتى المؤسسات، بس بدون دعوات خاصة. يعني تكون الدعوة عامة للمؤسسات وللجمهور بغض النظر عن الأعمارهم، صغار كبار أو سيدات نساء طلاب وإلى آخره. وحبينا بأنه في البدايات يكون الكل ملتزم بالزي الأسود، وذلك حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة. نعم. في اخر سنتين صرنا احنا نوفر اللي هي التيشيرت السوداء المكتوب نعم. عليها شعار هاشتاج قاوم بالصلاه. نعم. عاده بيعترضوكوا سلطات الاحتلال الاسرائيلي على مدخل الحرم مثلا، او في خلال توجهكم الى البلد القديمه، خاصه وانه بتلبسوا تيشيرت موحد او وهذا بيلفت الانتباه، والاحتلال مباشره متعودين عليه في مثل هذه الحالات بانه بيتم إيقاف ويعني منع مثل هذه الحركات. صحيح. احنا في آخر مرة توجهنا فيها للحرم الإبراهيمي اللي هي في 2017. نعم. منعونا جنود الاحتلال من انه ندخل حتى حدود الحرم الإبراهيمي الشريف، مش الحرم. نعم. يعني على حاجز ابو الريش منعنا الضابط الإسرائيلي من الدخول بحجة بانه شعار الحملة هو شعار تحريضي، انه بيعتبر كلمة قاوم قال ممنوع ندخل فيها. احنا رغم انه دخلنا في السنوات السابقة، بس خلص لانه احنا كميات اكبر ومجموعات كبيرة، فهو اعترض على الهاشتاج وعلى شعار الحملة قاوم بصلاتك، فمنعونا من الدخول وقدينا صلاة العصر على الحاجز. بعد كده تذكر استاذ عبد كان موجود الأستاذ تيسير أبو سنينة وأمس المصلين جميعا على حاجز أبو الريش. فإحنا أصلا كمان متعمدين هذه السنة إن يكون الانطلاقة من المركز وما حد يجي مثلا من مكان تاني، عشان يكون برضو مجموعات، وإذا ما بدهم يسمحوا لنا بالدخول ما هي هذه عادتهم، وهذا نوع من أنواع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فإحنا مش مستغربينه يعني. نعم. فإحنا وجودنا على الأقل حتى على حاجز أبو الريش وأداء صلاة العصر على حاجز أبو الريش، فهو بحد ذاته بخلينا نعمل على أنه نخلي الناس تعرف أنه الإسرائيليين هذه مش أول مرة ولا ثاني مرة، بالعكس هذه عادتهم، وإحنا مصرين على ذهاب الحرم الإبراهيم الشريف حتى لو أدينا الصلاة على حاجز أبو الريش. نعم. أخي عبيدة، يعني نشاطاتكم في قاوم بصلاتك هل هي فقط مختصرة أو مقتصرة
على 15 رمضان بأنه يكون هناك صلاة أحد الفروض في الحرم الإبراهيمي الشريف، أم قاوم بصلاتك نشاطات متعددة ومختلفة في أيام في رمضان وغير رمضان؟ احنا في رمضان بنخلي الفعالية المركزية هي قاوم بصلاتك. دعم. نعمل عدد من الفعاليات الأخرى في المركز زي توزيع التمور على الصائمين، يكون التمور يعني مغلفة بطريقة جميلة. نعم. محطوط عليها شعار ودعوة لقاوم بصلاتك طبعا. نعم. غير توزيع التمور ممكن يكون في أيام أمسيات ثقافية وفنية في المركز عندنا. نعم. وممكن يكون في أماكن ثانية بنعمل برضو على دعوة الناس للحضور لفعالية قاوم بصلاتك. فزي ما قلت لك فعالية قاوم بصلاتك هي مركزية إنها بالمركز في كل رمضان. وفعالية بنمحور كل الفعاليات والأنشطة الأخرى إنه ندعي الناس لهذه الفعالية. نعم. يعني ليست الفعالية فقط هي قاوم بصلاتك. الآن هل يمكن للمتطوعين ينضموا إلكوا للمشاركة في هذه النشاطات ولا خلص في مجموعة عمالها هي أعضاء في المركز هم اللي بيعملوا؟ الفعالية ليست محدودة على حدا معين أو مقدورة حدا معين. فعالية مفتوحة للجميع، مين بيحب يشارك. احنا بالعكس احنا بندعو الناس انها تشارك بقوة بهذه الفعالية، لان عجب مش لانها فعالية بس واحدة، لانها مضمونها بيخلي الناس وهي واجب على الناس في الشعب الفلسطيني كله وخاصة مدينة الخليل انهم يتوجهوا على الحرم الابراهيم الشريف. نعم. عشان نثبت حقنا فيه ونمنع اليهود من تهويده. نعم. انا بشكرك جزيل الشكر سيد عبيدة ابو حسين منسق مشروع قاوم بصلاتك. شكرا.